سوداني مقيم بالرياض ينوي أن يحج إن شاء الله في السنة القادمة حج الفريضة، ولكن عليه ديون كثيرة، ولكن يقول يغلب علي الظن بأنه إذا استأذن من أصحابها سوف يأذنون له، وهو الآن يستطيع أن يوفر تكلفة الحج من نصيب سفر ومأكل ومشرب غير ذلك. السؤال، هل يأثم إذا لم يستأذن أصحاب الديون؟ المسألة ليست مسألة استئذان أو عدم استئذان، المسألة أن الإنسان إذا كان عليه ديون فإنه لا يجب عليه الحج أصلا، ولا حرج عليه أن يدعه، ولا ينبغي أن يحج ويبقى الديون عليه حتى لو أذن له أهل الدين وقالوا حج وأنت منهم في حل، فإننا نقول لا تحج حتى تبيع الدين. احمد ربك أن الله عز وجل لم يجب عليك الحج إلا بالاستطاعة التامة، والمدين ليس عنده استطاعة في الواقع لأن ذمته مشغولة، فلا يحج حتى يوفي الدين سواء أذنوا له أم لا. وهو إذا لاقى ربه وهو لم يحج لأن عليه ديونا فإنه لا يأثم، كما أن الفقير لا تجب عليه الزكاة ولا يأثم إذا لاقى ربه وهو لم يزكي، كذلك من لم يستطع الحج إذا لاقى ربه وهو لم يستطع فإنه يلقى ربه غير معفوب عليه ولا ملوم. شكر الله لكم فضيلة الشيخ.